عليكم مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة الأوفياء أينما كنتم داخل وخارج المغرب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دائما مشاهدينا الكرام نجدد الترحاب بكم مرة أخرى من قلب بوابة الأطلس المتوسط مدينة الحاجب. إذا مشاهدينا الكرام لننقل لكم بصوت والصورة كما ترون بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذي يصادف احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. إذا مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة لمعرفة التفاصيل لنتابع نحن وإياكم هذا الريبورتاج، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الكلمة وصدق المشاعر السعيدة عن سعادة بلقائكم اليوم بمناسبة احتفالنا معكم باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذي يصادف احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 25 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش اسلافه الليالي. لقد أصبح الاحتفال بتاريخ شرفوش من كل ساعة والتسامح والتضامن الاجتماعي. الحضور الكريم، دونك أو فو لا تيماتيك ديال دو سيت جورني برينسيبالمون أكسي سور لانفستيسمون، لا بريزونتاسيون إي فا بورتي سور لي بوان سويفون. دونك عندنا لا شارت دو لانفستيسمون، لي زوبجيكتيف فوندامونتو دو لاكسيون ديتا إن ماتيير دو ديفلوبمون دو بروموسيون دو لانفستيسمون. السلام عليكم، كنقدم الاسم ديالي حسان حادة، واحد المرأة مهاجرة من فرنسا، كده 40 عام في فرنسا، وجيت درت استثمار هنا في بلادي في الحاجب، وكنفتخر بلادي، وكنشكر الناس اللي عاونوني واللي وقفوا معايا، كنشكرهم بزاف بزاف، والحمد لله راه غادا مزيان. كنتمنى من الناس ديال الجاليه اللي على برا يجيو حتى هما يديروا الاستثمار، ما بقاوش دوك الصعوبات اللي كانوا. اولا عندنا شويه الصعوبات في الماء، ما كاينش لان ماشي من عند، ماشي من السلطه، ماشي من عند سيدي ربي. كنتمنى ان شاء الله الخير قدام، والحمد لله هذه الساعه راه مخاصني حتى شي خير في بلادي. راه 18 عام هذه مخدمه عباد الله، معاونه مع الناس، معاونين معايا الناس، وكنشكر السلطة، كنشكر سيدي العام، كنشكر الرئيس ديال البلدية، والله يهدي الرئيس ديالنا ديالي قدار يحاول يتعاون معنا. هو ما كيعاونش، ما كيساعدش. ديجا راه حنايا على غير على الماء، راه ما عندناش الماء، ما بغاش يعطيونا الماء، وحنا هادشي ما بغيناش يلحق. أنا كنتمنى غير هو يحاول ويعاون يساعدونا في الماء، لأن مشروع بدو قداش وما عندناش الماء، والبير كان عندي نشف، ما بقاش عندي الماء، وكان ماشي غير انا، صحاب الدوار كلهم ما عندهمش الماء، وعندنا العكوسات شويه في الماء. الله يهدي سيد الرئيس، والله يهدي لينا باش يعاوننا، باش يعطيونا الماء. هادشي اللي كنقول، ما كنقولش شي حاجه خايبه، وكنتمنى النجاح لكل واحد، وكنتمنى الناس اللي برا يجيو يديروا الاستثمار في بلادهم. كان عندنا صعوبات في البلاد، كانت عندنا صعوبات، ودابا ما بقاتش صعوبات. دابا غير اللي بغا يكذب يقول عندنا صعوبات، عندنا صعوبات بحال أي بلاد، حتى اللي في فرنسا راه كتكون، حتى اللي في أوروب، ما نقولش غير فرنسا، حتى في أوروب راه كتكون صعوبات في الوراق، ماشي غير هنا. وكنتمنى إن شاء الله لوليداتنا ووليدات وليداتنا ينجحوا في العمل ديالهم ويستمروا في بلادهم، والحمد لله راه كتشوفوا الرياض المغرب في الحقاد، وكنتمنى إن شاء الله تزيد البلاد. الحمد لله، الصحراء المغربية، الله ينصر سيدنا علينا، الله ينصر على الجميع. وشكرا لكم بزاف بزاف، حاجه جميله. بارك الله عليك. شكرا. حسين علي من اكوري، يعني مقيم بفرنسا في الجمعيه يد في اليد هنا في الحاجب.
اليوم حضرنا في هذا المجتمع ديال العيد الوطني للمهاجرين واستقبلونا يعني سميتو الناس ديال العماله بواحد الفرحه كبيره وتقنيه كبيره وحضروا جميع الموظفين اللي كانوا محتاجين باش يحضروا والله جازيهم بخير وراه هضرنا وتكلمنا وجاوبونا والله يكثر خيرهم كنتمنوا ان شاء الله باش داك الشيء اللي هضرنا عليه وداك المشاكل اللي كانت عندنا توفر لنا تكون لنا فرح ان شاء الله باش وليداتنا يوليو يدخلوا لبلادنا ويلقاو الطرقان كما طلبناهم لان راهم كانوا محرومين غير في الجهه ديالي انا ايت حسين علي عندي 36 واحد ما جاتش تشوف بلادها ملاش الطريق ما كايناش واحد الدرجه كبيره 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 حقيقه كاين بعض المسائل اللي شي شويه اللي ما تقارنوش اوروبا مع المغرب ولكن المغرب راه في التقدم غادي نكونوا احسن من اوروبا باذن الله وباذن صاحب الجلاله الله ينصره ويشدنا فيه ويطولنا في العمر ديالي والسلام عليكم.